نصرا لسعادة الوعي. أنت عندما كتبت صلاة العارفين، عندما كتبت شرحا لدعاء السحر، لم تكن بعد 13 إنشاء، فنحن كنا سعداء لأنك قدمت للعارفين زادا صلاة العارفين. قال بعد الحديث، قال يعني الدقائق الأخيرة من حديث السيد يتكلم مع دين برور، السيد دين برور الذي هو رئيس بنيان نهج البلاغة، قال له بالدقائق الأخيرة من حديث السيد: لم أكن مشغوفا بكل حياتي مثل الدقائق الأخيرة، لأنه ذكرني بصلاة العارفين، ذكرني بشرح دعاء السحر، ذكرني بآثاري الحقيقية، وهيك أخرجني من الدوشة السياسية التي تكون أحيانا متعسة وأحيانا مسعدة. أنا أقول لكم الإخوة الآن الأبناء الأعزاء الذين تحبون صدر الصادقين، واحفظوه لها اللقب صدر الصادقين مثل صدر المتألهين، فهو يعني يستحق كاختراقا سبرا آخر، يستحق تحليقا آخر غير المسألة السياسية. أحدث صلاة الجمعة، هذا أمر عظيم، أحدث قضية نريد ويكررها مع الجمهور فورا إطلاق سراح المظلومين، إطلاق سراح، هذا كلام كتير عظيم وكتير شعبي وكتير تربوي، هذا ناحية مهمة. مسألة أنه كان يصلي الجمعة في الكوفة بالكفن، كمان هذا أمر عظيم، يعني أنه أنا لبست لباس التقوى، لبست لباس الموت، يعني رجع إلى أحوال أجداده مثل الإمام علي الذي يقول: والله لابن أبي طالب آنس بالموت من رضيع بسدي أمه مثلا، رجع لقول مثلا مثل الحسين أنه ما أرى الموت إلا سعادة، مثل الحسن ما أرى الموت إلا سرورا. هذا السيدة زينب مثلا بالنسبة لها لا ترى الموت إلا سعادة. إذن هو عندما لبس الكفن كان كأنما يعلن أفكار أجداده جميعها على كفنه، أنه نحن موتنا نحن مستعدين، وبعدين الكفن بثوب بلباس أبيض، يعني نحن نفوس مطمئنة إلى ربها عائدة، ما عندها مشكلة، ما عندها. وفعلا هذا كلام كتير مهم، نحن بالتعزية بنحكي كلام جميل وبنبكي وبنضحك، ولكن بالأصول نحن بشر. يمكن يكون هذا صعب على الفضائيات، بس أنا أقول باسم أمي مريم وأبي أحمد، أنا أسعد ابن مريم وأبي أحمد، أقول نحن جماعة لا نموت، وما من يعني قصة الموت بالنسبة لنا قصة نزهة ننتقل فيها من مكان إلى آخر، والكاشفون منا بيضلوا شايفين. ولذلك الإمام الحسين بعاشوراء باليوم التاسع قال لفلان: انظر هذا رقم بيتك أو غرفتك في الجنة، وصاروا يتطابشون لأنهم يريدون أن يصلوا إلى عناوين بيوتهم، والجنة عرفها لهم. الدنيا أو الحياة ليست هذه الأرض وحسب، نحن جئنا من الجنة ونعود إلى الجنة. عالم الله أوسع من أرضنا كثيرا، وأرضنا لا تستحق كل هذا الصراع وكل هذا الخلاف. وأكيد أكيد سماحة السيد صدر الصادقين كان يعرف هذا الكلام جيدا، وكفنه كان يقول هذا الكلام. أخي الكريم، أنا سواء أصلاً ما فينا نطير إذا ما متنا، يعني إذا ما تركنا الجسد، إذا لم نخلع الجسد لا نستطيع أن نحمل الكفن، وبالتالي لا نستطيع أن نصبح كفن. الكفن كفن، يعني فن. قصيدة امرئ القيس: أرانا موضعين لأمر غيب بعد بالفن تعيش، أرانا موضعين لأمر غيب ونسحر بالطعام وبالشراب، عصافير وذبان ودود وأجرأ من مجلحة الذئاب. وهذا شاعر جاهلي، مش يعني مش داخل بالإسلام بالمعنى التقني الحديث. إذا نقول أنه نحن عندما قلنا للسيد أو قرأنا السيد فهمنا أنه إذا فقه التسبيح فقها مقارنة
حظينا بمهدي وعيسى تعاونا. هالفصل ذكرته في حلقة سابقة أو في كلام سابق أنه كلام السيد صدر الصادقين عن اللقاء المهدي والمسيح كلام واحد خبير بحث. هلا الناس كثير عندنا خطباء، كثير عندنا متكلمين، لكن الباحثين قلة. الباحث يكون موضوعي لا يخرج عن الموضوع، يبقى من أول حديثه إلى آخره على الصراط واحد، يخطو على درج درجة درجة حتى يصل إلى البيت، البيت الذي أمرنا أن نعبد ربه، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لذلك نحن نقول إنه قراءة السيد في فصل المسيح والمهدي بحث، أمر مهم. كتابه في المهدي بحث، حاول فيه أن يكون باحثا حقيقيا، ولكن لابد لنا من إعادة النظر وإعادة النظر حتى نفهم. بقي الشطر الأول اللي تركته، أنا بدأت مثل ما كان هو يبدأ بقراءة القرآن من سورة الناس ويطلع نحو مو من الفاتحة، أنا بدأت من الشطر الأخير وطلعت حتى أصل إلى السعة العامة إذا فقه التسبيح فقها مقارنة. بهدوء اقرأوا سورة الإسراء وانظروا هذا المجمع الذي يوحد بين كل الناس، سواء كانوا عباد الرحمن ولا عباد الله ولا عباد الرحيم ولا عباد القدير ولا عباد الغفور ولا عباد المقتدر ولا عباد المنتقم، ولا هذه الأسماء الحسنى لم توضع عبثا. والبسملة بدأت بالرحمن والرحيم كمان ليس عبثا، إنما هي إشارات ودلائل. لكن سيدنا الحسين عليه السلام ما بنعرف من الحسين إلا يوم الطف، ما كل العالم راكدين على الطف. ولك يا أخي الحسين ابن علي، حسين ابن الزهراء، الحسين هو بالنسبة لمحمد أنا من حسين وحسين مني. وين قرآن الحسين؟ الحسين يقول، يضع مربعا كمربع الفلاسفة القدامى كمربع أرسطو حول القرآن، يقول القرآن تسنيم، القرآن ترسيم وتنسيم وتقسيم وتقديم، بمعنى القرآن بني على أربع ألفاظ للعموم وإشارات للخواص ولطائف للأولياء وحقائق للأنبياء. فإذا القرآن ماذا يقول؟ بالترسيم ماذا يقول؟ ماذا تقول سورة الإسراء؟ ماذا تقول أي سورة بالقرآن الكريم؟ كل هالسور بتأكد لنا أنه تسبح له السماوات السبع والأرض. مين كافر؟ تسبح له السماوات السبع والأرض. إذا قرينا هذه الآية الجليلة، الآية الرابعة والأربعين من سورة الإسراء، وقرناها بفقه السيد محمد الصدر، منشوف عجائب اللقاء. إنه يعني هو عم بيحاول بس أولا يزيح الجليد عن باب داره. الأول بده يحكي، بده يطلع المساجين، لكن عمليا هو مؤمن. هذا الإيمان السبوحي، هو عبد السبوح، وأنا عبد السبوح، وأنتم عبد السبوح، وهذا الكون السماء والأرض كله وله، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. المشكلة هون، كيف نفقه هذا التسبيح؟ لذلك الرباعي تقول إذا فقه التسبيح فقها مقارنة. نفقه التسبيح كيف؟ إذا قارنا بين ما يصنعه النحل وما يصنعه النمل،
بين ما تصنعه الأرض في الإنبات والإزهار وبين ما تصنعه المرأة في الحمل والوضع. إذا بدأنا هيك هذا الوعي الذي يجعلنا نفهم أن كل هذا الكون هو كون واحد، لأن منهج الموجد الأحد الواحد الصمد الماجد الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم هو منهج واحد. إذا فقه التسبيح فقها مقارنة حظينا بمهدي وعيسى تعاونا. يعني كل الأديان عند ذاك، كل الأنبياء عند ذاك، هم في مائدة مستديرة، هم في مائدة واحدة. ولذلك المسيح نزلت عليه المائدة، سورة المائدة، كمان سورة المائدة من الهدايا اللي بيحبوه كتير لمحمد محمد الصدر. أرجو أن يقرأوا لروحه سورة المائدة وأن يقفوا عند الآية 14 و100 التي تتحدث عن عيد لأولنا. خلاصة، أعتقد أنني لم أعد بحاجة لتوضيح أكثر، لأن الأعزاء الذين يحبون مثل هذا السيد ويحبون مثل هذه الثقافة الروحية أخذوا بأرواحهم مني أكثر مما قالت الكلمات. بكفي أن تحفظ الرباعية وأن تحفظ آية الإسراء وأن تقرأ سورة عيد لأولنا وآخرنا عن روح السيد وعن أرواح من تحبون، من أمهاتكم، من آبائكم، من أجدادكم، من إخوانكم. غفر الله لنا جميعا وتقبل منا هذا النذر الذي هو إهداء ثمرات هذا الكلام لروح هذا السيد النافع جدا للعراق ولغير العراق. تحيات مباركات. أنا أهنئ روح السيد بصعودها، وأهنئ المؤمنين بالآخرة وبالله وبالحياة المستمرة. أهنئهم بهذا اليوم تهنئة، وهذه تعزيتي. سلام ورحمة الله تعالى وبركاته.